بصفة أساسية إذا كنا تكلمنا في موضوعات القانون العام، القانون العام أحد أطراف الدولة خلاص. تكلم معكم زميلي الأستاذ دكتور محمد نصر أعتقد الأسبوع الماضي أو حاجة الأحد في موضوع مدني أعتقد، فلن أتعرض طبعاً للقانون الخاص، لكن أنتم ناس محامين مش هتكلم كلام أكاديمي، ها المفترض أن أنتم درستم وفهمتم، لكن هتوقف عند مسائل بتواجه المحامي أثناء أداء مهامة، أثناء أداء مهامة. قبل ما أكلمكم في هذه الموضوعات أكرر للمرة يعني أن المحامي لابد وأن يتحلى بصفات، تحلى بصفات الأناة، الهدوء، الثقة بالنفس، الاهتمام بالمظهر، الصدق مع النفس. كل يوم أشوف المحاكم سلوكيات غريبة، سلوكيات غريبة. إيه أنت حاسس بنقص في حاجة؟ ده طلب ده حباك بعيدا عن كل التخصصات، انك تتكلم في كل شيء، اقتصاد، سياسه، اجتماع، يعني المفرده اللي بتطلع من لسانك بتتحسسها، كل مفرده تطلع من لسانك بتتحسسها. هتكلم في السياسه يكون عندي علم في الاقتصاد، هتكلم في الاقتصاد يكون عندي علم بعلوم الاجتماعيه، فما بالك بقى تتكلم في القانون اللي بينظم كافه شؤون حياه الانسان منذ ولادته حتى وفاته. القانون داخل في كل حاجه في حياتك. ده انت لما بتتولد بتعمل لك شهاده ميلاد، او ما بتتوفى بتعمل لك شهاده وفاه، كل ده بينظمها القانون ولا لا؟ طب مرورا بقى من شهاده الميلاد، ها هتتعلم قانون تعليم، ها هتتخرج، هتتجوز، كل ده على شخصيه، هتطلق، هكذا. فيعني اذا مرور حياتك كلها بينظمها القانون. فأرجو تاني أكرر أخلاقيات المهن، أخلاقيات المهن. طيب إحنا بنتكلم في مجال القانون العام، وإحنا قلنا مجال القانون العام متشعب من إداري لدستوري لبناني لدولي لاقتصاد. طبعا المادة الثقيلة على النفس كانت لنا كل الطلبة الاقتصاد، في حين أما أنت تعيش فيها، وأنا أستاذ قانون والتشريعات الاقتصادية اللي وتعيش فيها تحبها جدا، وهي تبصرك بأمور حياتك. أنت حياتك كلها حياة اقتصاد، أنت في البيت ما أنت مدير العملية المالية، إذا أنت وزير المالية في البيت مديرها إزاي؟ إيرادات ونفقات، أدي الاقتصاد. عندك إيه وتنفق إيه؟ عندك إيه وتنفق إيه؟ بس أدي إيرادات. حصل عندك عجز بتسلف، حصل عندك فائض بتسلف، فتيجي لمستوى الدولة هكذا، إيرادات نفقات، موارد الدولة المصرية كذا وبتنفقها في كذا. حصل عجز لدى الدولة المصرية، أمامنا أحد طريقين، يا إما نقترض اقتراض خارجي زي ما تشوفوا المؤسسات الدولية أو صندوق النقد الدولي، أو نقترض اقتراض داخلي. نقترض بمين بقى؟ من الأفراد، من كنتم، عبارة عن بواسطة ايه؟ اطرح سندات واذون خزانة، انتوا عارفين. طيب نقول له بعد المصري دلوقتي يعني بنخش في الموضوع، يقول لك ياه الدين المصري يخوف، وانت راجل محامي. طب مين قال لك يخوف؟ مين قال؟ يمثل كام في من الناتج الاجمالي المحلي؟ امريكا بجلالة قدرها دينها، دينها يمثل 200% من الاجمالي الناتج المحلي. الدين اللي عليه امريكا. احنا المشكله عندنا في الدين المحلي، ما كام؟ 4 تريليون مثلا، 4 تريليون دين. خلاص انا دخلي كام؟ انا دخلي الناتج المحلي الاجمالي بتاعي كام؟ 6 تريليون. ماشي، اللي مش مشكله في الناتج في الاجمالي المحلي هو اللي بيزود الدين عني، قصدي في الدين المحلي بيزود الدين عندي. خلاص ليه؟ لان سعر الفائده عالي، ان انا بعطيك اذن خزانه ب 17.5 مدة 80 يوم، 160 يوم هكذا. بخلاف ما اجيب قرض من مؤسسة دولية، صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، 1.5% على 30 سنة.
على 30 سنة حتى أجل. إذا ما فيش تخوف فأنت كراجل محامي تطمئن أن الوضع الاقتصادي في البلد كويس. ده حقيقي ولا؟ خلاص. وإحنا أسيقها لكم بعد كده وإحنا بنتكلم من واقع إيه؟ إحصاءات. من واقع إحصاءات ومن واقع موازنة الدولة ماشية شكلها إزاي. طيب أنا مش عاوز أدخلكم في الموضوع ده، لكن أنت كحس اقتصادي يجب أن يكون عندك النقطة دي، وبناء حسك الاقتصادي بيتولد عندك حسك السياسي. هو أنت لو بيتك مهزوز اقتصاديا إيه اللي حصل له؟ كذلك دولتك لو مهزوز اقتصاديا ما كنتش فيه استقرار، ما فيش كون فيه استقرار مجتمع. افهموا الكلمة دي بس، وضعكم من الميديا الإعلامية دي. أبناء الاقتصاد وحس اقتصادي، حس اجتماعي، حس سياسي. نيجي بقى أستاذ القانون بقى وما يتكلم، هنتكلم. فكلمت معاكم في مراحل سابقة في أكثر من موضوع. ما يهمني هو القرار الإداري اللي احنا بنحكمه، اللي انا وانا لسه بالمناسبة لسه جاي من مجلس الدولة، وكنت بحاكم قرار ايه؟ إداري، امام الإداري العليا. قرار إداري معيب، قرار إداري معيب. وبناء عليه القرار الإداري المعيب ده وضحته لكم قبل كده شكلا وموضوعا. اعرف ان هو معيب ازاي؟ ببساطة، صدر من غير مختص. وزير الصناعة أصدر قرار يتعلق بموظف وزيرة الأوقاف. نقابة المهندسين أصدرت قرار يتعلق بأستاذ محامي. ده مختص ولا غير بسيطة كده كده. أما أنت غير مختص أصلا. إذا أنا مش هبص للموضوع. من الذي أصدر القرار؟ ده معيب شكلا. إذا كان صحيح شكلا هبحث موضوعا. إذا ما عرفت القرار الإداري وقلت، لو حد فاكر منكم إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانون، يعني الشرط عدم الاستحالة، ما يكونش فيه استحالة في إصدار القرار، ما يكونش فيه صعوبة في القرار. طيب يعني القرار الإداري يستلزم توافر ركنين أساسيين، الإمكان والمشروعية. إيه معنى مشروع؟ يعني القرار الإداري الذي يصدره المسؤول المختص لا يصطدم مع اللائحة. لا يصطدم مع إيه؟ واللائحة بدورها لا تصطدم مع إيه؟ مع القانون. والقانون بدوره لا يصطدم مع ماذا؟ بالدستور. شوف الترتيب. طب القرار الإداري صدر مصطدما باللائحة. حاضر، صدر مصطدما باللائحة، أتوقف، مش هبحث بقى في مشروعية القانون، لا، هبحث مشروعية القرار. من المختص ببحث مشروعية القرار من عدمه؟ مجلس الدولة. مجلس الدولة. من المختص بالقانون ده صدر موافقة للدستور من عدمه؟ ها؟ المحكمة الدستورية. أبقى من يبحث مشروعية القانون؟ الدستور العليا. من يبحث مشروعية القرار؟ مجلس الدولة. خلاص؟ طيب ايه بقى القرارات اللي ممكن تعرض انت كمحامي في حياتك العملية؟ احنا عندنا انت كراجل محامي، ها، القوانين اللي قلت لك عندما تبحث في قضية تتعلق بموظف عام، ايه المؤلفات ولا ايه القوانين اللي يجب ان توضع امامك؟ ها، زي ايه؟ ها، قلنا اول حاجة نظام الخدمة المدنية 81/16، ده رقم ايه؟ ليه؟ لانه ده الشريعه العامه. الشريعه ايه؟ العامه. ده القانون اللي بيحكم الموظفين المدنيين بالدوله. انا قلت مدنيين ولا قلت عسكريين؟ خلاص ابعد بقى العسكريين وخلينا في المدنيين. كل المدنيين بما فيهم القضاء والجامعات لانه مدني. اذا ده الشريعه العامه 81 ايه 16. طب اجي بقى، هو كل الموظفين المدنيين بيخضعوا 81/16؟ لا، في كوادر خاصة. كوادر ايه؟ كوادر خاصة زي القضاء، مش لها قانون؟ الجامعات لها قانون. انت بقى كراجل محامي ليه قانون بقى؟ الله يبارك فيك، وليك قانون وليك اسلوب في التعامل، ليك اسلوب في التعامل معك. يوضحه استاذنا سيادة النقيب، يوضحه كيفية التعامل معك من الجهات المسؤولة. كيف بقول لك؟ ادخل اي جهه وانت واثق في نفسك، مفيش حد، احترم نفسك انت بس، مش حد يتعرض لك، احترم نفسك، ثق بنفسك.
هنا بقول ابقى عندي نظام الخدمه المدنيه 1/16، عندي لو قلنا تنظيم الجامعات ابقى 49-72، لو عندي الازهر ومشاكله ابقى كام؟ 103-61. كل قانون من هذه القوانين تتاتى القرارات من خلال لائحه. اللائحه دي سلطه الوزير المختص. فانت سعادتك لما تجي لك قضيه اول ما بتنظر عندك القانون وعندك اللائحه. اجي ماسك وتشوف صفه الشخص اللي ايه؟ اللي بيخبر. انت شغال فين؟ في الصحه؟ في التعليم؟ في وزاره الصناعه؟ في وزاره التجاره؟ يبقى هنا اول حاجه اشوف شخصيه الشخص اللي داخل، صفته ايه؟ وبناء عليه القانون اللي هيتعامل معاه ايه؟ اقول لا ده انت تتعامل معاك بنظام الخدمه المدنيه 81/16. لا جالك واحد قاضي ماشي، واحد استاذ جامعه، لا 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 هتعامل معاك بمقتضى القانون بتاعك. طيب ايه بقى المشاكل اللي بتلاقي الموظفين او تواجه الموظفين بصفه عامه، سواء كان موظف عادي، قاضي، مستشار، استاذ جامعه؟ النقل، الندب، الاعاره، الترقيات. تاني، ها، النقل، الندب، الاعاره، الترقيات. ادي كل القضايا المكدسه بمجلس الدوله. ندب انتهت مدته، تخطي في الترقيات، تخطي في الترقيات. انت كراجل محامي بقى بتبحث في ايه؟ صدر قرار بترقيه او بتعيين ناس، تعيين موظف وتخطاك انت في التعيين. مثلا واسالكم سؤال، التخطي في التعيين في النيابه الاداريه بنطعن فيه فين؟ فين؟ في مجلس الدوله الاداريه. ايه؟ طيب التخطي في التعيين في قضايا الدوله، ها، نطعن فيه فين؟ لا، قضاء ايه؟ قضاء ايه؟ ابقى التخطي في التعيين، بقول قالب به، التخطي في التعيين في النيابه الاداريه نطعن فيه فين؟ ابقى اول حاجه لازم تعرف ايه اختصاصات المحاكم. طبعا عشان حتى قدام الموكل بتاعك يطمئن هو جاي مين. ابقى اول حاجه ايه زي كده؟ طيب ابقى اعرف اختصاصات محكمه القضاء الاداري، اختصاصات الاداريه ايه؟ العلم. كويس. طيب تاني حاجه ابحث فين؟ في المواعيد. فانا بقول هنا ادي اختصاصات. تاني حاجه هسال فيها كمحامي ايه؟ المواعيد. هو اللي جاي ده جاي لامتى؟ ومتى وكيف اطعن في القرار؟ هل يجوز انني اطعن في القرار التمهيدي واثناء سير الدعوه صدر القرار النهائي؟ فين احلت انسان للتحقيق ثم احلته الى مجلس التاديب، واثناء نظر مجلس التاديب قمت بالطعن. طب انا بطعن في ايه؟ هو في قرار؟ الله، خلي بالكم عشان دي هوضحها لكم هنا في فتوى من الجمعيه. انتوا اساتذه دوركم دايما استعينوا بفتاوى الجمعيه العموميه لقسم الفتوى والتشريع مجلس الدوله. هذه مدرسه، هذه مدرسه. ثم الفتوى في الوزارات ايضا. فما اقول قضيه زي كده قبل ما اتي اليها اتكلم، بقول لك يا استاذ تاني حاجه لما ياتي الموكل يتكلم معاك انظر فين؟ في المواعيد. صدر القرار بالنقل او التخطي مثلا اليوم تاريخ كام؟ اليوم كام يا ريس؟ 23. كويس. صدر القرار بالتخطي في 1/9/2022، احسب كام يوم للطعن؟ ها، 60 يوم من تاريخ ايه؟ طب قدامي كام يوم علشان ارفع دعوه؟ فهموا كويس. هو ما بس كده. كويس، يعني عندي 60 يوم من تاريخ ايه؟ صدور القرار،
وستين يوم من ايه؟ أبا كم يوم؟ سنة. تعالوا سنة. جيت النهاردة صدر القرار الإداري. اتفضل. الوزير المختص أصدر القرار الإداري اليوم. وتم نشره. وأنت علمت بيع علم حقيقي. قلت الله وأنا هنتظر ليه بقى ستين يوم؟ طب أنا هتظلم. هتظلم. خلال كام؟ الستين يوم. تمام؟ الله. ده يصبح حاجة دلوقتي تاني. ده انا هتظلم خلال 60 يوم. وتاني يوم يعني النهاردة مثلا الاربع. 23. الاربع. ظلمت النهاردة. بكرة عملت فض منازعات. تاني عملت فض ايه؟ طب كيف تحسب المواعيد؟ كيف تحسب المواعيد؟ هحسبها انا كده فوتت على نفسي فرصة الستين يوم ولا 120 يوم؟ ها؟ صوتت 120 يوم. فبالتالي من لحظة فض المنازعات احسب كم يوم؟ ارفع الدعوة. ارفع الدعوة. ارفع ايه؟ الدعوة. هل الدعوة تقبل شكلا؟ تقبل لما هو صدر قرار فض المنازعات. صدر قرار؟ لكن المحامي بيقول ايه؟ لا انا هاخد رقم بس. هاخد رقم. وكفاية. وينتصر بقى فض المنازعات بعد شهر شهرين تطلع زي ما تطلع اثناء سير الدعوه. ده في قرار ايه؟ نهائي. قرار ايه؟ اذا شرط الطعن في القرار ان يكون ايه؟ نهائي. طب ماذا لو كان قرارا تمهيديا؟ اجي اقول لك جالك موظف في وزاره الصحه وجالك استاذ جامعه يرفع عندك قضيه. أستاذ الجامعة قال لك الجماعة دول نيتهم سودة ومش هيرقون. لك ما فيش قراءة. وجالك موظف الصحة وقال لك الجماعة دول لجنة الموارد البشرية دي ولا هيرقوني ولا يعملوا حاجة والنية متجهة ان هم ايه؟ ما يرقونيش. وهو ما فيش قراءة. ما فيش قراءة. أما أنا هطعن عليه. هطعن عليه. هنا السؤال بقى. تعرض لها هذا الموضوع قسم الفتوى والجمعية العمومية القسمية الفتوى والتشريع. أبص لطبيعة الشخص. أنت بقى فاهم بقى وأنت فاهم كيف يتلقى القاضي أنت قارئ، كيف يتلقى أستاذ الجامعة، كيف يتلقى الموظف العمومي الموظف العام بصفة عامة. فاهم. فأعمل إيه؟ أقول له أنا هقبل منك الطعن على القرار التمهيدي. يعني مثلا دلوقتي تقدمت للترقية. صدور قرار الترقية النهائي يستتبع ان تكون قناه قرارات تمهيدية. قبل صدور القرار النهائي ذهبت الى المحكمة. تقبل شكلا؟ تقبل شكلا؟ لا تقبل. الا انه فوجئت بفتوى جاية في طعن لموظف حكومي على قرار تمهيدي. هو طعن على القرار وقبلت الدعوة. ليه؟ قال أثناء سريان الدعوة. أثناء سريان الدعوة وقبل الفصل فيها. خلي بالك صدر إيه؟ صدر قرار نهائي. واعتبر الطعن صحيح. واعتبر الطعن صحيح. أنا بتكلم معاكم كمحامين. المفترض ان انا دلوقتي اقول لك ازاي تطعن على قرار وانت المفروض ده عرفت الشكل خلاص. لكن اجي هنا اقول ايه؟ في احكام في حالات مماثله كثيره جدا. ضربت لكم مثال قبل كده وقلت لكم ما الحكم لو ارتكب موظف عام جنايه او جنحه مخله بالشرف. مخلة بالشرف. وهذه العقوبات حصرت في المادة 25 من قانون العقوبات على سبيل الحصر. فهل هذا الشخص يحول إلى التأديب أم يعزل بقرار
أم تكون لعقوبة العزل عقوبة تبعية لا تستوجب قرارا؟ فجاء لك موظف، موظف عزل من وظيفته، السؤال اللي هتسأله تقول له ايه؟ ها؟ انت عزلت ازاي؟ ازاي؟ تفضل تسأليه تقول له ايه؟ انت اشطر واحده في القعده انت، لا انا عارفه من المره اللي فاتت. تقول عشان الناس تفضل تستفيد منك. لا وريني، خليني في النقطه دي. قوم تفضل. نعم تفضل يا سعد، اسم الكريم تفضل. استاذ محمد بتقول ايه؟ هتسأله وتقول له ايه يعني؟ من اصدر قرار عزلك؟ صح. هتطعنه على ايه؟ هتطعنه على ايه؟ على قرار. جميل. قال لك مفيش قرار. ها؟ خلي بالك. كويس. قال لك مفيش قرار. هتعمل ايه؟ هتبحث في ايه؟ هو بيجي لك على واقع مفيش قرار. مفيش قرار. ورقة عزل هتعمل ايه؟ هتقول له ايه انت بقى؟ ها؟ قول ما اعرفش. اتفضل. اتفضل. ها؟ ماشي. اقول لك مفيش قرار. ها؟ مفيش قرار. مفيش حكم. هنعمل بقى، ما احنا ده احنا عايزين نعرفه. اذا هنا ما اقول بقى هات النقيب ده اللي احنا عايزين نعرفه. شو خلي بالكم بقى، يا الله، هل العزل عقوبة تبعية لا تستوجب قرارا؟ عقوبة تبعية للجريمة المخلة بالشرع لا تستوجب قرارا؟ ماذا افعل مع هذا الموكل؟ قال لك ايوه عقوبة تبعية. ايه النقاط اللي انت تبحث فيها للموظف العمدة لتتوصل، مش عاوز تخليها عقوبة تبعية، انت عاوز تخليها قرار. ها؟ ارزها لمين بقى؟ هشوف صفة الموظف. انت موظف بتخضع لايه؟ لنظام الخدمة المدنية؟ تعال. مين اللي قال ان دي عقوبة تبعية؟ قال لك المادة 25 من قانون العقوبات. قال لك ايه؟ يعزل. مين اللي يعزله؟ مين اللي يعزله؟ هم قال يعزل، يعني العزل يحتاج ايه؟ محتاج قرار. محتاج قرار. ولا عقوبة تبعية للعقوبة ايه؟ الأصلية. خلاص؟ تقول له بقى انت بقى كراجل محامي بقى، تقول له يا حبيبي تعال. تيجي ماسك نظام اللي كان في 47-78 نظام الشؤون العاملين المدنيين، اتغير دلوقتي بقت لجان الموارد البشريه في القانون 1/16، وتيجي ماسك في الجامعات، ماسك في الجامعات نظام التأديب. نظام ايه؟ التأديب. قول الشخص ده قال لك لا يجوز عزل. خلي بالك بقى شوف التناقض بين ايه وايه. وانت كمحامي هتدخل عشان تنقذ الراجل ده ازاي؟ قال لك لا يجوز عزل موظف عام الا بعد التحقيق. ايه؟ طب ما يستوجب التحقيق معه. بعد التحقيق معه يستوجب ايه؟ يا اما قرار، يا اما ايه؟ الله. اذا هنا قيد ايه؟ المطلق. فما تجيش انت تاتي للموظف العام اللي له قدسيه حتى في التعامل معاه، الوظيفة العامة لها قدسية. أنا أقول طالما قال لا يجوز عزل الموظف العام إلا بعد التحقيق معه. طب التحقيق بيترتب عليه؟ التحقيق بيترتب عليه؟ خليكم تقعوا في المفردات. لا. لا. التحقيق يترتب عليه توصية. توصية من؟ مصدر القرار. تقول له اديه كذا او اديه عقوبه ثانيه كذا. مصدر مين؟ او حوله لمجلس تاديب. الحاله ان التحقيق
قرار الوزير المختص الحالة للتحقيق والتوصية بالعقوبة من التحقيق وإقرار العقوبة في يد الوزير المختص. والوزير المختص عندما يقر العقوبة بإطلاقها، يعني وزير مختص ممكن يقول لك اعزل؟ لا طبعا، انت ليك حاجتين، ليك حاجتين فقط، رئيس جمهورية، وزير، رئيس مصلحة، تنبيه شفوي او تنبيه كتابي او انذار. نقول التنبيه الشفوي والتنبيه الكتابي واحد، نقول الانذار يبقى ليه عقوبتين. طب وايه العقوبات اللي فيها العزل؟ لا توقف، حول لمجلس تأديب، حول ليه؟ أبقى لابد من، طب الإحالة بقى قرار تمهيدي ولا قرار نهائي؟ تمهيدي. ها؟ جميل. جيت أنا عارف نيتك سود، اللي محولني ليه ده ونوي يعمل لي فيه اللي فيه، قال لك أنا هصبر كل ده، ده طلع المعاش، أنا هجري وطعا على قرار الإحالة. قرار ايه؟ راح المحكمة وطعن على قرار الإحالة، وأثناء سريان الدعوة صدر القرار أو الحكم لمجلس التأديب بالعزل. خلي بالك، كمان مجلس التأديب يصدر حكم ولا يصدر قرار؟ خلي بالك، لا حكم. ليه؟ لأن مجلس التأديب بمثابة محكمة أول درجة، وعندما أطعن عليها يطعن عليها بيطعن عليها أمام محكمة ثاني درجة، هطعن عليها قرار ولا حكم؟ أنا خلي بالكم. إذن يتطلب الأمر إذا ما أصدر مجلس التأديب حكما قال لك يعزل، طب هل يملك مصادر مجلس التأديب إنه يعزل الموظف ولا قرار من الوزير المختص؟ فرقوا بين الطعن على الحكم والطعن على القرار. احنا قلنا هنا سلطة مجلس التأديب يصدر احكام ولا قرارات؟ طب والاحكام يطعن فيها امام مين؟ المحاكم. وطعن فيها امام محكمة ايه؟ الادارية العليا، صح؟ طب ماذا طب انا عاوز قرار، انا عاوز ايه؟ ابقى القرار يتصدر من مين؟ من السلطه المختص. ابقى هنا مجلس التاديب يصدر حكما بطعن عليه متى؟ اذا اقرته السلطه المختص. اقرته السلطه ايه؟ المختص. طيب هذه فنيات في مجال الطعن على القرارات، الطعن على القرارات. ففوجئنا أن موظف عام صدر حكما من مجلس التأديب بعزله ولم يطعن عليه، لم يطعن عليه في المدة المقررة. كم يوم بقى؟ الله، هو صدر حكم ولا قرار؟ ها؟ طب حكم ايه؟ ده حكم المحكمة، المفروض اطعن عليه خلال كم؟ اطعن على حكم مجلس التأديب. هل يعد حكم مجلس التأديب في وفقا لنظام الخدمة المدنية ولا وفقا لنظام الجامعات ولا وفقا لنظام الشرطة او القضاء حكما نهائيا؟ أو قرارا نهائيا؟ بس أنا موظف عام بطلع على قرارات، بطلع على إيه؟ بطلعش على أحكام، الأحكام ده بحاجة داخل محاكم. ها؟ إذن هنا يجب أن تتيقن أن صدور قرار لجان التأديب وفقا لنظام الخدمة المدنية أو نظام الجامعات أو القضاء أو الشرطة يستوجب قرارا اداريا من السلطه المختصه حتى اطعن عليه كقرار. اطعن عليه كقرار مش كحكم. ما اطعنش عليه كحكم، لا كقرار.
أطعن عليك قرار إداري، قرار إيه؟ إداري. هذا عن موضوع الطعن على القرارات الإدارية ومواعيد الطعن عليها وتعرفت خلاص. هناك موضوعات أخرى تتعلق بإيه؟ احنا عارفين دايما الإنسان اللي بيتعامل بروح القانون نؤمن دايما أن الشك يفسر لصالح مين يا رئيس؟ الموصف العام عندما يحال إلى التحقيق ثم يحال إلى مجلس التأديب، هل الإحالة في حد ذاتها عقوبة؟ ها؟ فتجد معظم، خلي بالكم، معظم مؤسسات الحكومية لكون الجماعة فيها للأسف لم يتدربوا على الإدارة ولا على القانون فبيعتبروا الإحالة إيه؟ عقوبة. ففوجئتوا منزلين قرار منع الموظف هذا من السفر، ده حال منع السفر، منع من الترقية، منع الله. انت بقى كمحامي تعمل ايه؟ تدور في فلك هل الإحالة عقوبة؟ ما انا كنت حكم تمهيد ما انا عاوز اجيبها لي من خلال سند. تجيبها ازاي؟ ها قراري؟ طب انا كان قرار تمهيد زي ما يقول سيادة النقيب، في حاجة بقى ان انا اعمل ايه؟ انا عاوز اسافر والجماعة دول الخايبين دول منعيني من السفر، هيفوتوا عليا. ما هو صدر قرار من السلطة المختصة، الله ده في قرار إحالة، مش ازاي اعمل انا ايه؟ عاوز اضع السلطة المختصة امام مسؤوليتها. ها تعمل ايه؟ تطعن عليه تطلع على قرار الإحالة ولا تطلع على قرار ايه؟ انه الشخص ده ممنوع من السفر. هتعمل ايه كإجراء؟ انت كمحامي تعمل ايه؟ هتقدم طلب لجهة الإدارة، جهة ايه؟ الإدارة، ان انا عاوز ايه؟ اسير. ماشي ازاي؟ جهة الإدارة عليها ان تتخذ إجراء. هطلب أبدا بنسميه إيه بقى؟ أطعن عليه قرار زي ما تقول الامتناع السلب، أي جهة الإدارة يجب عليها أن تتخذ أو تقوم بإجراء امتنعت أن تقوم عن أن تقوم به فامتنعت سلبيا. فأنا بخلق، هو دي بقولها لكم وقلتها لكم قبل كده، كيف تخلق مواعيد جديدة؟ لو فات منك الميعاد القانوني 60 يوم ولم تطعن على القرار اعمل اخلق قرار جديد كمحامي. ايش ده؟ ايه حور الموضوع واخلق موعد جديد. اخلق موعد ايه؟ سواء ده شوفي اذا ما تم لم يتم الرد عليك يا خالد خلال الفترة القانونية اعتبري ايه؟ رفضا. اتنقل. بس المهم انت تمسك التظلم ده تكون معاك في ايدك وما تروحوا هناك تسجلوا بصدر ووارد وتخلوه في جيبك مزيان. وما هنا في هاتين الموسوعتين احكام كثيره جدا اوصيكم، يعني اوصيكم باذن الله وادي سياده النقيب بعديها ايه الموسوعات اللي تستعينوا بيها في نظام الخدمه المدنيه. موسوعات فتاوى واحكام واراء اساتذه الجامعات، موسوعات هتفيدكم كتير جدا في مجال القانون القضاء الاداري وفي كيف مجال الاثبات، هتجدوا مثل هذه الموضوعات. انا طبعا نظرا لكون هذه هم اشرفوا على الاختبارات والمواد اللي هي متدرس لهم، ها اذا كان في هناك سؤال او استفسار في اي ماده كانت بتدرس ليكم او الحاجه اللي انا كنت بدرسها سواء في مجال القانون الاداري او القضاء الاداري اتفضلوا اسالوا قبل ما انتقل لمسألة أخرى لكي ننهي، لأن عارف إن إيه الوقت أزف. ها واحد في حد تاني؟ طيب تفضل يا أستاذ.
أدم نفسك الأول بس. أستاذ أمل جدول عام فضل فضل عزم. الرأي بتاعها أو فتوى بتاعتها غلط، في الحالة دي إيه يبقى كده خطأ في القانون ولا يعني يبقى كده معيب؟ تقول إيه؟ تقول القرار، هل الإدارة أحيانا الإدارة نفسها القانونية تصدر فتوى بمادة قانونية تخطئ في المادة القانونية نفسها، تقول مثلا إن ده مخالف للقانون، هو مش مخالف، نعم هو يقول إن هو غير مخالف ومطابق، طب ده يبقى قرار معين ولا ده قرار خاطئ؟ طيب هسأل قبلها سؤال، الدرجة الوظيفية التي يحق لها أن تصدر قرار، عارفينها؟ الدرجة الأدنى في مجال نظام الخدمة المدنية مدير عام، مدير عام في أعلى، مدير عام في إيه؟ في أعلى، يصدر قرار، خلاص؟ إذا الدرجة الوظيفية التي أصدرت القرار في نظام الخدمة المدنية مدير عام في أعلى. انت بتقول هنا اداره قانونيه، من مدير الاداره القانونيه بتاعك. طب وده مدير عام؟ مدير عام مدير عام اصدر قرارا يتعلق بموظف عام. قال في فتوى ان الطلب ده مخالف لقانون الادارات القانونيه، وهو غير مخالف طبعا، في مواد كتير في القانون بتقول غير مخالف. نعم. والإدارة القانونية عكس كده، فبالتالي نعم. ده بيبقى قرار خاطئ من الإدارة القانونية ولا معين، وإزاي تدي يعني أمشي خطوة بعد كده، إزاي أعمل يعني أصلح؟ اعتبرين لو قرار إداري هتسلك فيه الطريق القانوني بتاعك، التظلم ثم إذا كان يترتب عليه في شك عاجل يجب أن تستعجليه، فتتخطى مثل كل هذا وتلجأ المحكمة كشك إيه عاجل عشان إيه تتفادى توفيق المنازعات. العقوبة تترتب على بطلان قرار، ده جزاء إداري، حاجة تأديبية داخل الجهة المختصة التي يتبعها هذا المصدر. أي حد معرض للعقوبة؟ نعم نعم. الإدارات القانونية يعتبرون إن هو أي قرار بيتقال من الإدارة القانونية؟ لا، بس قرارات عقوبات دايما من يعاقب القرار؟ التفتيش الفني بوزارة العدل. سيادة وزارة العدل أصدرت فتوى بزاحة المادة اللي هم قالوا إنها خاطئة. طيب أنا حتى لو أصدرت الفتوى وقرآن، ما مش قرآن، أنا بقى أنا بصحة وبطلب منها. يعتبر الموظف إن الإدارة القانونية يقول وعايز يجيب فقر يعني قرآن مش قرآن. لا لا، إحنا بنتكلم، أنتوا أكبر من هؤلاء، أنت ساعات بتتعاملي مع قرار يا جماعة. للأسف بعض رؤساء الهيئات وبعض رؤساء المسائل عندما أطعن على قرار، حتى وزراء عندما أطعن على قرار يعتقد أنني أطعن عليه هو، فحين بقوله أنا بختصم قرار، هذا شخص انا بختصم قرار اداري، انا مالي مالك، يقول لك ترفع تعويض عليا، واحد وزير مختص، والله وزير مختص، بقول له انا رافع دعوه عليا، بترفع دعوه عليا من التعويض، بترفع عليك دعوه انت صفر، موت انت بكره، شالوك بكره، انا مالي يعني. انا اختصم قرار اداري، اختصم قرار اداري. اتفضل. الطعن على القرار اتخذ في النيابة العامة. نعم. أين يطعن عليه؟ تمام. ثانياً هختصم مين في هذه الدعوة إذا كان المذيع لذلك الأمر؟ هختصم مين في هذه الدعوة؟ هل النائب العام أو وزير العدل أو رئيس الجمهورية؟ أي كان. نعم. حاجة تانية؟ لا اسمع. رد عليه أستاذ محامي. لا واقف في الميكروفون. ده زميلكم محامي. رد عليه. النيابة العامة، ها النيابة العامة وليس النيابة الإدارية. أمام محكمة النقض. النيابة العامة أمام محكمة النقض. النيابة العامة أمام من؟ محكمة النقض. خلاص؟ النيابة الإدارية أمام من؟ الإدارية العليا. قضايا الدولة أمام من؟ القضايا الإدارية. دي أول عشان حتى قدام الموظف يفهم معناته يفهم. ها؟ إذا أول حاجة الطعن هيختصر رئيس الجمهوريه كده، اختصر بصفته مين؟ هو مصدر القرار، رئيس الجمهوريه، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاعلى. هل يجوز اختصام النائب العام؟
لماذا؟ انا وصلنا مش خصم ده يا انت بتقول لا مش خصم لا 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 المال يصدر القرار مجلس القضاء الاعلى هو اللي بيصدر القرار التعيين بس انت هنا رئيس الجمهوريه بيصدر قرار جمهور بناء على تصديق مجلس القضاء الاعلى فعندك الخصوم رئيس الجمهوريه رئيس مجلس القضاء الاعلى وزير العدل لا لا هذا كلام غير حقيقي محامي حاضر لسه دعوة النهاردة ها لا لا كلام غير حقيقي كلام غير حقيقي اتفضل وعاوز اعتمد رسالة المحامين يا اساتذة يا محامين لا تعتمدوا على الكلام المرسل انت راجل بتتوثق من المعلومة ها بنخش على الموضوع ها في سؤال في موضوع اتفضل تفضل يا فندم حضرتك بس انا بتعرف اسال سؤال مش تبع القانون الجديد هي ممكن تبع قانون العمل بس يا ابني خليه يجي انت عاوز بقى قانون العمل ده عاوز استاذ قانون خاص هو بس هي قضيه الموضوعات هي لا احنا الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها هنا تعالى موضوع انا اتكلمت النهارده في ايه ها بعد كده تعمل مقطع اثبات حاله الالتزام ده وبتنتظر من الشكوى اللي يطلع من مكتب العمل تشوف القرار اللي هيكون فيها ايه اول قرار بعد كده بتطلع مش بتطلع عفوا بتطلع دعوه على نيه بناء على نيه تثبت المكتب اللي ايه العمل بعد كده بقى السؤال بقى اللي انا عايز اساله هل هو دلوقتي هيطلب المرتب يعني مرتبه بس اللي هم 3 شهور ولا عايز كل مستحقاته عن المده اللي قبل كده اولا دي قضيه عماليه قضيه عماليه امام المحاكم العماليه امام المحاكم العماليه طلباتك محدده وانت انت طلبات لا طلباتك انت محدده في الجلسه في مذكره العريضه بتاعتك طلباتك فيها ايه استرداد الثلاث شهور اللي تم ولا ده شيء طبيعي جدا الاسترداد ده اذا ما حكم لك مش شيء طبيعي يعني ايه مسكوت عنه لكن شيء طبيعي اذا ما حكم لك هيسترد ويسترد حتى الموظف الموقوف عن العمل بيخصم منه ربع الراتب او نصف الراتب او كذا الى اخره الى ان يصدر الحكم لصالحه بيسترد كل هذه المبالغ يعني بس هو كده الحكم بتاعه بقى 3 شهور هو ما خدش المرتب ده اذا كان ده الطلب الوحيد عندك لو طلبت المستحقات هتجوب ده ما لا يرجع له يرجع له ده هيرجع له هيرجع له 3 شهور طلباتك المحدده في في العريضه بتاعتك انت بتطالب باسترداد 3 شهور ولا بتطالب باسترداد مستحقاته مستحقاته جزء من كل مستحقات المستحق ما لو دخل يدخل فيها 3 شهور هيبقى خلاص بقى ما يدخلش 3 شهور لا غير دبل دبل لو حكم ليه دبل اصلا من غير ما الله يبارك من غير ما تطلبهم استاذ استاذ لو سمحت من غير ما تطلبهم 3 شهور لو انت طالبت بكافه المستحقات هيتصدر 3 شهور ده مش تيك مش نعم هو ده هو تم الخصم من 3 شهور الخصم ده عقوبه الحسم من الراتب ده امال ايه لكن لم يصدر له قرار بالفصل لا ما تصدرش خلاص يعني زال على قوه العمل يعني كده اطلب منه 3 شهور بس ده 3 شهور ما يصدر القرار بالفصل طلب مستحقاته طلب مستحقاته الماليه يعني ده قرار جماعي صادر نعم. عشان يشتت بتصح ماشي اولاد لا ايوه ماشي لا دي حاجه ايه ما تتكلمش فيها ماشي ال في ضمانات لكن نختتم الكلام ضمانات لتشوف الموظف العام بتاعك
سلك تم سلك الطريق القانوني معه أثناء التحقيق ولا لا، وبناء عليه أنت بتتكلم وتتفاهم الموضوع. في ضمانات للموظف العام بصفة عامة، أي موظف عام في الدولة إذا ما تم أو ما أحيل إلى التحقيق، أول حاجة بيرسل له إخطار، يرسل له إيه؟ يبين وفقا للتعديل الجديد، يبين في التهمة الموجهة لي. رئيس؟ لم يأتي، يرسل له للمرة الثانية، خلاص؟ خلاص؟ ما جايش. هل يجوز هنا أفرق بقى؟ أفرق الموظف ده موجود داخل البلد ولا خارج البلد؟ ها؟ لو كان موجود خارج البلد لا يفتح التحقيق إلا إذا قدم، إذا كان في إعارة، في سفرية، في كذا، إلا إذا فتح إيه؟ إلا إذا كان موجود داخل البلاد. إذا كان موجود داخل البلاد واستلم الإخطار، استلم الإخطار خلاص، هل يجوز لمحامي أن يحضر مع الموظف أثناء التحقيق؟ فيه قانون وفيه عرف، جرى العرف الوظيفي في مصر إنه ما بيخلوش محامي يحضر أثناء التحقيق، لا، لكن القانون بيوجب حضور محامي، ها؟ أو يجيز قصدي حضور محامي أثناء التحقيق. طيب إيه الضمانات بقى؟ ممكن يكون تحقيق شفوي؟ ممكن التحقيق ممكن يكون شفوي؟ أبقى لابد من كتابة إيه؟ التحقيق. أبقى أول حاجة، أول ضمان، لابد وأن يكون التحقيق إيه؟ مكتوبا. لابد أن يكون التحقيق مكتوبا. وبعد انتهاء التحقيق المحامي بيطلب تصوير الإيه؟ المحضر. ها يجي المحقق في الجهة الإدارية يقول لك مش عارف تعمل إيه؟ يقول لك اطلع اطلع خلاص. طيب مش ده تحقيق؟ نفس تحقيق النيابة. وانت في النيابة بتصور المحضر ولا لا؟ ايه المنع انك بتصور المحضر؟ تاخد صورة رسمية من المحضر عايز، ده حقك. ده هنا تفضل وراه مع المسؤول المختص وتكتب مذكرة فيه، تكتب مذكرة مين؟ فالمحقق انه امتنع عن ايه؟ عن اعطاء صورة من التحقيق. في حاجة كمان، إذا لو كان بينك وبين المحقق خصومة، لو كان بينك وبين المحقق خصومة، خصومة إيه؟ عاطفية؟ أنت يعني بتحب واحدة هو بيحب واحدة مثلا؟ لا، خصومة موثقة، خصومة إيه؟ ترد لو سمحت. محقق زي القاضي، خصومة موثقة، خصومة موثقة، يبقى زي ضمان لنزاهة التحقيق. طيب في مثلا في وزير وفي نائب وزير، وجدنا ان الإحالة للتحقيق صدرت من نائب الوزير، هل يجوز؟ لا يجوز. دي في الامور التي لا تفوض، لا ايه، لكن اذا كان هناك حلول وجوبي، الوزير سافر او الوزير مرض او الوزير غاب، بيحل محله ايه؟ أقدم المسؤولين، وهو الذي يعطيك أن له الحق أن يحل التحقيق، خلاص؟ ده تتوثق منها، تتوثق منها. طيب أيضا في التحقيق لابد أن تتحقق المواجهة، زي النيابة العامة كده، تحقيق مبدأ المواجهة، ودي ضمانة من ضمانات التحقيق. كل ده بتستعرضيه أو بتستعرضه أثناء مناقشتك للموكل في موضوع قضاياه، هل حدث معك كذا؟ حدث معك كذا، حدث معك كذا، وبعد كده بتروح تصور انت ايه المحضر. نعم، تحقيق مبدا المواجهه اثناء التحقيق، ده من ضمانات التحقيق، من الاشياء التي تخل وتبطل التحقيق بطلانا مطلقا، مش بطلان نسبيا، لابد من تحقيق مبدا ايه المواجهه. ايضا حياد المحقق اللي عرفناه، دي ضمانات يجب عليها احكام كثيره في موضوع ضمانات ايه التحقيق. بعد التحقيق يليه ماذا؟ يليه الإحالة إلى التأديب. طيب الذي أحال إلى التحقيق هو الوزير المختص، والذي أحال إلى التأديب هو الوزير المختص، والذي سيصدر القرار هو الوزير المختص. إيه رأيكم؟ هو خصم وحكم،
خصم حكم بمجرد الإحالة إلى التأديب تغلق يد الوزير المختص، لأنه أصبح إيه؟ خصما. خلاص بمجرد الإحالة إلى التأديب تغلق سلطة الوزير المختص لأنه أصبح إيه؟ خصما. وبناء عليه لو ببساطة كده يعني، أما يجي مثلا أستاذ جامعة حولوه للتحقيق ثم حولوا رئيس الجامعة للتأديب، الله، طب رئيس الجامعة للتأديب هو اللي أصدر القرار بفصله؟ لا، مجلس الجامعة. طب مجلس الجامعة مين يمثله؟ يمثله رئيس الجامعة؟ ها؟ لا، مجلس الجامعة هو الذي يصدر القرار، بس مين يصدر الأمر التنفيذي؟ مين؟ رئيس الجامعة. رئيس إيه؟ إذا القرار بتطع على قرار رئيس الجامعة ولا قرار مجلس الجامعة؟ قرار مجلس الجامعة، لأن الوزير مختص أو الرئيس الجامعة المختص بتغلي يده بمجرد إيه؟ الإحالة إلى التأديب. مسائل كثيرة، على كل أؤكد المرة الثانية أو أكرر المرة الثانية، استعينوا بالقانون 81-16 استعينوا بالقانون 49-72 استعينوا بالقانون 103-61 وقبل هذا وذاك، الدستور بيكون على يدك اليمين. إذا كنت بتناقش مسألة دستورية في أي مقوم من مقومات الدولة المصرية سياسيا اجتماعيا اقتصاديا، الدستور يكون على يدك اليمين والقوانين دي على يدك الشمال واللوائح قدامك. أنا سعدت بيكم جدا، فأنا استمع لسيادة النقيب إذا كان في أي إضافة وأي توجيه لي. أنا محكمة الجنايات أثناء نظر الدعوة في دفوع المحامين دفعوا دفوع في محكمة الجنايات، والمتهم لما لقى أن المحكمة يعني إيه مش هتوصل للي هو يعني المطلوب، فالمتهم طلب رد المحكمة، وطبعا مجرد الرد ده هو كلمة هرد المحكمة، هرد الرئيس، هرد عضو اليمين والشمال، هرد الدائرة كلها. الطاعن طلب رد المحكمة ودفع مصاريف الرد. ايه بقى النتيجة بعد الرد؟ بعد الرد المفروض مجرد ما يطرح طلب الرد للمحكمة ده يعني قولا واحدا، بعد كده المحكمة لا على طول بعد ما تقول انا برد المحكمة، المحكمة بتدفع طلبات الرد، وبعد كده المحكمة بتأجل القضية، وبعد ما تروح القضية للمحكمة المختصة اللي يعطونه طلب الرد وبتحدد معاد للجلسة. المحكمة اللي بتنظر الرد ما لسه مفصلتش في الرد، فالمحكمة قررت المحكمة وقف نظر الدعوة وقفا تعليقيا لحين الفصل في طلب الرد. القانون مش في كلام يعني، مجرد كلمة الرد دي يعني بتغل يد المحكمة تماما عن نظر الدعوة إلى أن يفصل في الرد. ده ندي بعد ما المحكمة قررت وقف تعليق الدعوة وقف تعليق حين الفصل بتاعنا بالرد وتأجلت. أثناء المدة دي المحكمة زي محكمة الجنايات قررت ان انت في جلسة، حددت جلسة يوم 11 مثلا 8، وفي الوقت ده المتهم موجود يعني ما منتظر طلب الرد ومش محبوس، مش في مشكلة فيه. المحكمة حددت جلسة ودون علم المتهم، واعلنت وحضرت المتهم بالحق المدني، والمحكمة اصدرت حكم على الطاعن اللي هو طلب رد المحكمة، والقضية بتاعته في المحكمة اللي بتنظر الرد،
والمحكمة حددت الجلسة وحكمت على الطاعن 10 سنين غيابي لأنه مش لأنه هو مفرج عنه، هو مفرج عنه ماشي. بالرغم من كده هل يجوز للمحكمة محكمة الجنايات اتخاذ مثل هذه الإجراءات بالرغم من أن هناك طلب رد قانوني مستوفي شروط والأركان، والمحكمة اللي هي محكمة الجنايات قررت وقف الدعوة وقفا تعليقيا لحين الفصل في طلب الرد، بالرغم ان هو قال كده لكن هو خد اجراء تاني ان هو حدد ميعاد الجلسة واصدر حكم غيابي على المتهم. وده هل ده الاجراء ده بقى الدافع فيه بايه او مدى حجيته ايه؟ هنسمع من الدكتور ونسمع، لان دي عشان تبقوا عارفين اول سابقه تاريخيه في تاريخ القانون وفي تاريخ القضاء في حكم الرد ده، اول سابقه ما حصلتش. وخلي بالكم الرد ده الحكم الرد ده بيعتبر ضمانه وابناء وامانه للمجتمع كله، فاللي حصل ده كان مسار طعن في قدام محكمه النقض. ونعم ايه لا لا ايه مين اللي ما فصلش؟ استنى بيه طلب الرد ما تفصلش فيه، الاجراءات دي كلها تمت والقضيه في الرد والمتداولة في الرد، محكمه الجنايات هي اللي عملت كده. دي سابقه تاريخيه لم تحدث في تاريخ القضاء. قول يا باشا قول. هو السؤال هو طلب الرد في حد ذاته ألا يستوعب أن يكون الحكم حضوريا؟ ترى الرد في حد ذاته ألا يدلل أن هناك محامي حضر وطلب الرد؟ أي طبعا طبعا طبعا. إذن هنا السؤال كيف يكون الحكم حضوريا؟ كيف يكون الحكم حضوريا وطلب الرد محامي موجود يعني طلب الرد وقدم طلب الرد؟ لا اعلن رئيس الدائره اعلنوا يا استاذ اعلنوا واجل انا مش هنعتبر الحكم غير هنعتبر غير لا كده مش حكم ايه حضور انا ما في ايه هنستلف، لكن النهارده ان انا احضر واقدم طلب الرد استنى انا بتكلم على الشكل الاول بتكلم على الشكل ده الظاهره احنا عايزينها حكم حضوريا وليس نيابيا. اثنين الرد يستوجب الوقف، فهذا الحكم اذا ما طعن عليه ويطعن عليه دعوه اول مره تحصل دعوه احنا بنحضر كل يوم محاكم عايز النهارده الدعوه المتهم حاضر فيه المتهم مدني حاضر فيه نعم ماشي وبتسير اجراءات دعوة جنائية تبقى القانون ماشي. المتهم الطاعن هو محكمة النقض المتهم محكمة البنات طلب من المحكمة رد المحكمة واتخاذ إجراءات الرد نعم ماشي. اسمعنا المحكمة وقفت أن المحكمة ما تقبلش ترفض طلب رد نعم طب وقرر أنا برد حتى ما يكونش أسباب أنا لما بعد كده يبدأ خلاص هو طلب الرد والإجراءات مشيت والطاعن خلص والقضية راحت للمحكمة الرد المختصة بالرد ماشي نظر طلب الرد. بعد كده القضية الجلسة جت المحكمة لسه ما دمش الفصل بالرد هو صرف الدعوة هنا بقى أسرع جاي أحسن بقى هنا خلاص الإجراء بقى دلوقتي ماشي إيه صح ماشي صح. طيب المحكمة بتاعتها وقفت انتظر الدعوة لحين الفصل بطلب الرد ماشي اضطر المحكمة المختصة بقى هي اللي تفصل في الرد ماشي، لكن الدعوة الجنائية موقوفة وقف تعليقي طبقا للقانون مفيش في الكلام لا هنا لا في الرد ولا في الدعوة الجنائية لأن ده القانون هو اللي بيتطبق في الفترة دي مفيش أحكام
صدرك مش احكام صدرك لسه. بعد كده المحكمة الجنائية عملت ايه؟ حددت الجلسة للقضية، حددت الجلسة للقضية سنة بقى المتهم بره مغتسبينه مش مشكلة بالنسبة لي. نعم مالش عدد والمحكمة الجنائية مش أي مشكلة لأنه وقفت عليه وكل كده. نعم. هنا المحكمة لما عددت نظر معدد نظر الجلسة وحضر والمحكمة فعلا عقدت الجلسة ومحكمة الجنائية وكذا كان ده كله والمدعي الحق المدعي جه والمتهم ما جاش لانه لم يعلن ومش ولو ما جاش وما يعلنش لان لا يجوز اثناء نظر دعوى الرد في المحكمه لا يجوز لمحكمه الجنايات او محكمه القرى ان تاخذ اي اجراء خالص الا اذا المحكمه الرد المختصه اصدرت حكما برد الدائره المراد سواء او محكمه الجنايات او القضاء. هنا لما محكمه الرد تفصل بتعمل ايه بقى؟ برفض الطلب. نعم نعم. رفض طلب الرفض خلاص. هنا المحكمه هترجع تاني القضيه ويبدا الاجراءات لما يجي وبالتالي. طب نفترض بقى ان محكمه الرد قبلت الرد وصدرت حكم برد دايره. الله ينور. هو هنا بقى الكلام. هنا بقى الكلام. اللي حصل ده اللي هو ايه بقى؟ مخالف للقانون تماما. يعني كده الدايره دي فصلت دون ان تنتهي المحكمه بنظر الرد. وبعد كده يبقى عامل ايه بقى هنا المحكمه؟ ده ضيعت درجه من درجات القانون. نعم. على ضمانه وضمانه من ضمانه من ضمانه القانون. نعم. فعلشان كده لما الدكتور بيتكلم في الحاجات بتاعه القرارات المهمه واللي بتستدعي الاحكام والقرارات والكلام ده كله ده مهم جدا جدا لانكم هتتعرضوا ليه على طول. ده في محكمه الجنة الشباب الصغير لما بيلاقي مش عارف ايه يقول انا بردك. انا بردك. خلاص المحكمه اللي بيقول انا بردك بتتهز. فبقول لك انا هرد لانه عامل احكام مش عارف ايه والكلام ده كله. فبيردوا. ويتخذ اجراءات الرد والكلام ده كله. هنا بقى القانون هنا مفيش فيه اجتهاد خالص. هترد القانون بفيه واحد اثنين ثلاثة. وبعد كده محكمة الرد تفصل. نعم. والقضية تتحل المحكمة بعد كده اللي هي سواء في رد أو رفض الرد. فعلشان كده لازم نبقى حريصين أو النهاردة لأن القضية دي أول مرة تحصل في تاريخ القضاء وأن حكم الرد ده من اخطر. نعم. او قانون الرد ده من اخطر القوانين اللي هي بتاثر وتحافظ على حياه المجتمع. نعم. عشان تبقوا عارفين. فعشان كده مفيش فيه اجتهاد خالص والحكم ده لما هيروح محكمه النقض ان شاء الله هيبطل. نعم. هيحصل هيصدر فيه حكم وهنجيب الحكم ده ان شاء الله. ان شاء الله. هيبقى لان هيبقى اول حكم في تاريخ القضاء المصري وهنعلنه كل سنه حتى على ان شاء الله.